تتميز بمطبخها التركي العثماني وأيضا المطبخ الشرقي. يعني هي المرأة تتفنن. طبعا احنا دائما ولو انه كل مرأة عراقية هي ممتازة، لكن المرأة التركمانية عندها صفة خاصة انه هي تحب بيتها وتحب تقدم كل شيء من ايدها، ما تاخذ شيء من برا. يعني هذه الصفة اللي موجودة عندهم، حتى تلقين انه المطاعم ما تشتغل عندنا هواية. ليش؟ لانه المرأة التركمانية تفضل انه كل شيء تسويه بالبيت، العصاير، الحلويات، الاكلات هذه، الكبب ما كبب، فتشوفين يعني هي تنوع، هي تحب التنويع. وثانيا المذاق، يعني مثلا احنا عندنا في كركوك العوائل في رمضان تتبادل هاي الاكلات. مثلا اليوم اني جارتي طابخه دولمه اني ادزلها، يعني تشوفين السفره مرات يعني هالقد ما يجي اكل من الجوارين، انت طابخت لك بعد السفره ما يعني ما شاء الله يعني تملي اكلات وهاي، فهاي احلى شيء. وثانيا الجو الربيعي الحلو هذا، اني اتذكر بطفولتي احنا بكركوك كل العوائل كان اكو حديقه، قبل كنا بالحديقه نقعد نسوي الفطور مالنا، فاحلى شيء الجوارين يعني يجون مرات قريبين علينا من الحائط، ها اكلتوا كملتوا، فيعني فشيء كلش حلو كان عندنا. ولو هسه احنا يعني البيوت زغرت والحدائق اهم زغرت مثل ما يقولون، وصار ايضا اكو بعض العوائل يعني مع الاسف، يعني انا اشجع العائله انه تكون بالبيت، يعني هذه لاني الافطار كله بالمطاعم، السحور بالمطاعم والافطار بالمطاعم. وانا شفتها بالخليج، طبعا الخليج المراه كسلانه ما تطبخ، كلها تجيبها من برا، كسلانه جدا، يعني المقبلات جايبتها من برا، جايبه الاكلات كلها وحاطتها بعد على شنو، روحي اكلي برا احسن مما تسويها. فلذلك احنا هذه الصفه ما شفتها، اليوم دا اشوفها بعد مرور الزمن. احنا نقول يمكن يعني السفر انفتح وصار علاقات كثيره مع الدول، يمكن تغير يعني جزء بسيط. ولما اشوف المطاعم اليوم لما يكون عليها اقبال ما يخالف لا ضير، يعني واحد يروح يعني برمضان مره ومرتين، مو كل يوم قاعد بمطعم وعايف اهله، وهاي الاكلات الطيبه اللي احنا نسويها بالبيت هاي لذتها احلى طبعا.